الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في اول حلقه من حلقات السادسه. برحب طبعا بكل جماهير وعشاق النادي الاهلي اللي بيتابعونا وبيتابعوا قناه النادي الاهلي في شكلها الجديد في مصر وفي كل مكان. اهلا بيك يا ساره. اهلا بيك يا احمد. مبروك علينا ومبروك على حضراتكم، يعني افتتح قناه الاهلي، وعايزه اقول كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب في الايام المفترجه دي ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه وكل اللي حضراتكم بتتمنوه. برنامج السادسه هيكون معاكم الحد للخميس لمده ساعه ونص على الهواء. امبارح ما قدرناش نكون مع حضراتكم علشان كان في تعارض مع توقيت ماتش الاهلي والجونه، وطبعا الف مبروك لفريق النادي الاهلي. هنكون عندنا هنا في البرنامج هنناقش كل القضايا اللي تهم حضراتكم، وكمان هيكون عندنا ضيوف مفاجاه جدا. كمل بقى يا احمد. طبعا كده عندنا، يعني طبعا قبل ما ادخل بس في السادسه ساره، لازم اوجه تهنئه لجمهور الاهلي وعشاقه في كل مكان على الشكل الجديد والانطلاقه الجديده لقناه النادي الاهلي. واعتقد انه الفيدباك او ردود الافعال على المحطه بعد اقل من 48 ساعه من انطلاقها بتعكس قد ايه حجم الجماهيريه والشعبيه اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي من خلال جماهير وعشاقه طبعا في كل مكان. وكمان لازم نقول مبروك لاداره النادي الاهلي ولاعضاء النادي الاهلي على نقله نوعيه الحقيقه قامت بها اداره النادي في تطوير القناه. كمان المباركه لازم تمتد لشركه لايف الحقيقه اللي دعمت التجربه، واعتقد انها أصبحت صاحبة بصمة كبيرة جدا في مجال الإعلام الرياضي، خصوصا الإعلام الرياضي المرئي. كمان لازم أوجه تهنئة وشكر لكل زمايلنا اللي اشتغلوا في القناة واللي تعبوا على مدار أيام وشهور طويلة جدا عشان تخرج القناة بالمستوى العالمي اللي حضراتكم تابعتوه. وعهد علينا إن شاء الله أنا وكل زمايلي قدام الكاميرا وورا الكاميرا إن احنا نقدم لحضراتكم رسالة إعلامية تليق باسم وبعظمة كيان النادي الأهلي. السادسه بقى يا ساره، السادسه الحقيقه هيكون مساحه مهمه جدا لكل جماهير وعشاق النادي الاهلي. زي ما قالت ساره، كل النجوم النادي الاهلي في مختلف رياضات هيكونوا ضيوف علينا. مهم جدا كمان نكون مصدر الاول، وبكرر زي ما قلت في الافتتاح مع كابتن مصطفى عبده، الاكثر دقه والاكثر مصداقيه. هنا كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي. ان شاء الله السادسه ننجح في المهمه دي انا وساره وكل كرو العمل في برنامج السادسه مساء، ان احنا نقدم لحضراتكم وجبه دسمه جدا تتعلق بكل الاخبار اللي تهم حضراتكم على الساحه الرياضيه بشكل عام، واللي تخص طبعا نادينا المفضل النادي الاهلي. عايزين كمان يا احمد نقول انه كل الاخبار الحصريه، انا باكد على كلامك، اكيد هتكون معانا في برنامج السادسه. وكمان الضيوف يا احمد، يعني هنحرق المفاجاه، الضيف اللي معاك النهارده. خلي المفاجاه الضيف اللي معايا في اخر تقدمه الحلقه، بس انا عايز اقول، وانت طبعا ساره ليها صولات وجولات مع كبار نجوم الرياضه في العالم كله، كمان لازم نقول ان الرياضه العالميه هيكون ليها نصيب معانا هنا، وهنتابع مع حضراتكم اهم واكبر البطولات، سواء كنا بنتكلم على الدوريات الاوروبيه، بونزليجا، كالتشيو، بريمير ليج، ليجا الاسبانيه، الليج ان في فرنسا، كل دي هتكون ماده حاضره معانا بشكل يومي ان شاء الله في السادسه مساء. كمان احنا مش هننسى الرياضات الاخرى، اكيد هيبقى لها نصيب برضو، سواء كان فريق الاهلي في الطايره، في السله، كل ده هنتابعه باذن الله مع حضراتكم ان شاء الله. في جزء اساسي ومهم جدا بالنسبه لنا، عشان احنا زي الاهلي عينينا على طول باصه لقدام، عينينا مشغوله باللي جاي في المستقبل، دايما بنحاول نبقى سابقين بخطوه. كل القضايا اللي على الساحه الرياضيه في مصر هيكون ليها كمان مساحه، مش بس اللي تخص النادي الاهلي، وفي النهايه الاهلي وكل الانديه المصريه بتشتغل بهدف رفعه الرياضه المصريه، هو ده المفروض يكون الهدف الكل الجميع، سواء كنا بنتكلم على انديه او الاتحادات او حتى جمهور، لازم يكون حاطه قدام عينيه. عشان كده هيكون في برضه مساحه مهمه جدا لمناقشه القضايا الرياضيه في مصر بشكل عام، واعتقد انها كتيره جدا.